مفيش شك إن حلم الحصول على غذاء آمن وصحي وكمان رخيص هو حلم الملايين. النهاردة العلم بيقول لنا إن الحلم ده أصبح ممكن عن طريق معالجة مياه الزراعة. هيكون عندنا غذاء آمن بلا مبيدات بلا مواد كيماوية وكمان أرخص بكتير جدا من الأسعار الموجودة في السوق، وكمان صحي مقارنة بأغذية مزروعة بطرق معروفة كتير جدا. هنشوف ده دلوقتي حالا ونتعرف مع حضرتك. الزراعة التقليدية مكلفة جدا وما بتديش النتيجة النهائية المطلوبة خالص من النبات، من الناحية الصحية والقيمة الغذائية الكافية والخالية من المواد الكيميائية ومبيدات الحشائش اللي ممكن تجيب بعض السرطانات للإنسان. لكن النهاردة معانا التجربة اللي قمنا بيها هي ري نبات الجرجير من خلال هندسة المياه، وريه بمياه معالجة بعيد عن المياه الملوثة بالمجاري وبدون أي أسمدة وكيماويات. دي النتيجة اللي شايفينها مع نبات الجرجير، عمره 25 يوم. دي عينة الجرجير، وفي عينة جرجير تانية مروية بطريقة تقليدية وشايفين فيها النبات ضعيف وصغير رغم إن خد كمية الأسمدة والكيماويات المطلوبة. إنما النبات التاني اللي معالج شايفينه حجم كبير وقوي وبالتالي مقاوم للأمراض. إذا تعممت هذه التجربة هتحقق طفرة كبيرة في الزراعة في مصر. إذا تعممت، لأن معالجة المياه بهذه التقنية واللي هنشرحها في فيديوهات قادمة لها مزايا كبيرة. ليه؟ لأنها من الناحية الاقتصادية بتوفر ثمن الأسمدة والكيماويات المختلفة، وكمان بتقلل مدة الزراعة بدلا من 40 ل 50 يوم زي نبات الجرجير مثلا. بنقدر ناكل من الجرجير بعد حوالي 25 يوم، كمان بتوفر المياه. لإلا يعني احنا في أشد الحاجة إن احنا نوفر كل ده. ومن الناحية الصحية فهو نبات خالي من أي أسمدة كيماوية يمكن أن تؤثر بدرجة كبيرة جدا على صحة الإنسان وتصيبه بالأمراض المختلفة. والأهم إن احنا لاحظنا إن طعم الجرجير أفضل اللي احنا عارفينه، فالحرقة اللي هي في طعم الجرجير قلت خالص، تكاد تتلاشى، بل فيه نسبة سكارة. والتجربة دي أفضل شيء ليها تعميمها في الأراضي الصحراوية. ليه؟ لأن فيها شبكات ري حديثة. ايه هي التقنية دي؟ هو ده اللي هنشرحه في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. مفيش شك ان جملة الصحة تاج على رؤوس الاصحاء جملة صحيحة 100%، هي كمان حلم كل البشر على هذا الكوكب. عشان كده الحلم ده طريقه الوحيد هو العلم، وفي بلدنا طريقه مش بس العلم، طريقه كمان السحرة، استصلاح السحرة عن طريق العلم واكتشافات العلم الجديدة. يا رب العلم دايما يقدر يخلي حياتنا افضل، مش بس في مصر لا في كل العالم. تابعونا دايما على موقعنا www.greathealth.net.